على المباشر مشاهدي قناة شوف تي في، عناصر الأمن الوطني بمفوضة الشرطة بمدينة الزايو تجهد عملية كبرى لتهريب 722,771 قرص مهلوث من مخدر الإكستازي. تمكنت عناصر الامن الوطني بمفوضيه الشرطه بمدينه زايو مساء امس الخميس 16 فبراير الجاري من اجهاض عمليه كبيره لتهريب 100,115 قرص مهلوث من مخدر الاكستازي. وقد تم ضبط هذه الشحنه الكبيره من مخدر الاكستازي مخبأة بعنايه في الصندوق الخلفي لسياره خفيفه تحمل لوحات ترقيم مسجله بدوله اوروبيه. وتنفيذا لتعليمات النيابه العامه المختصه، فقد تم ايداع سائق السياره المعنيه تحت تدبير الحراسه النظريه للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضيه والكشف عن جميع المشوراتين في محاوله تهريب هذه الشحنات الكبيره من مخدر الاكستازي من اوروبا في اتجاه المغرب. وستندرج هذه العملية النوعية في سياق الجهود المكثفة التي تبذلها مصالح الأمن الوطني لتحييد الخطر الصادر عن الشبكات الإجرامية الدولية التي تنشط في محاولة تهريب المؤثرات العقلية من دول أوروبية في اتجاه المغرب. يعني كيف ما سمعتم معنا مشاهدينا الكرام، عناصر الأمن الوطني بمفوضية الشرطة بمدينة زايو تجهد عملية كبيرة لتهريب مخدر الإكستازي من دول أوروبية اتجاه المغرب. يعني شكرا لرجال الامن، شكرا على المجهودات الجباره التي قاموا بها من اجل تامين وضمان امن وسلامه المواطنين. كنا نعرفوا ان هذه المؤثرات العقليه ومخدر الاكستازي فهو من المؤثرات العقليه. الله يحفظ بلادنا والله يحفظ الشباب ديالنا يا رب العالمين. على المباشر مشاهدينا الكرام، عناصر الامن الوطني بمفوضه الشرطه بمدينه زايو تجهد عمليه كبرى لتهريب 722,771 قرص مهلوث من مخدر الاكستازي. تمكنت عناصر الامن بمفوضيه الشرطه بمدينه زايو مساء امس الخميس 16 فبراير الجاري من اجهاض عمليه كبيره لتهريب 100,115 قرص مهلوث من مخدر الاكستازي. تم ضبط هذه الشحنة الكبيرة من مخدر إكستازي مخبأة بعناية في الصندوق الخلفي لسيارة خفيفة تحمل لوحات ترقيم مسجلة بدولة أوروبية. وتنفيذا لتعليمات النيابة العامة المختصة، فقد تم إيداع سائق السيارة المعنية تحت تدبير الحراسة النظري للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية والكشف عن جميع المتورطين في محاولة تهريب هذه الشحنة الكبيرة من مخدر الإكستازي من أوروبا في اتجاه المغرب. وتندرج هذه العملية النوعية في سياق الجهود المكثفة التي تبذلها مصالح الأمن الوطني لتحييد الخطر الصادر عن الشبكات الإجرامية الدولية التي تنشط في محاولة تهريب المؤثرات العقلية من دول أوروبية في اتجاه المغرب.